دايما كده عودتينا كل رمضان بتقدم لنا عمل او اكتر بيحقق نجاح كبير، واحنا بنستقبل رمضان بعد ايام قليله مجهزه لنا مسلسلين من اقوى المسلسلات، نسر الصعيد ورحيم، مش كده؟ نسر الصعيد مع محمد رمضان ورحيم مع ياسر جلال. كلميني بقى عن كل مسلسل كده، اديني نبذه عنه، شايفاه ازاي؟ والله انا ما بعرف احكي يعني، وخلاص فاضل ايام والناس تتفرج. هو انا عايزين نشوقهم برضه. نسر الصعيد بنت اسكندرانيه بتتجوز واحد صعيدي كبير في العمر، وفي رحيم ست بتحب بيتها وبنتها وحياتها الزوجيه وبتدافع عنهم قدام اي حاجه. موسم رمضان في ناس بتقول ان ما عادش زي زمان، لانه السنه كلها بقت مسلسلات، في دراما بتتعرض، فشايفه الكلام ده مظبوط ولا لا؟ طبعا، وهو افضل على فكره. المسلسلات عمرها ما كانت حكر على رمضان، يعني في رمضان الناس بتتفرج اكتر لان الناس بتبقى في البيت اكتر، انما برضو في شهر 10 الناس بتبقى في البيت اكتر وبتتفرج في مواسم كتير للدراما. شاركتي في اكتر من عمل خارج موسم رمضان؟ طوفان اللي انا باخد عنه جايزه، ده كان بره رمضان. شايفه انه ده يعني مسلسل فعلا كان مختلف، كان فيه شغل كتير. طبعا، والناس وحشها الدراما الاجتماعيه، وهو كان بيمثل الدراما الاجتماعيه، و الناس بتحب البيوت اللي شبه بيوتهم والحاجات اللي شبه حاجاتهم، بيحبوها بيتابعوها. بعدنا شوية عن الموضوعات الاجتماعية، نزلنا العشوائيات شوية في البلطجة. هو الميدل كلاس بعد شوية، وهو الميدل كلاس أعتقد إن هو مصر.